سمع الله حمدا. ربنا ولك الحمد. الحمد لله الذي لا ند له فيبارى ولا ضد له فيجارى ولا شريك له فيدارى. عظيم شأنه، عزيز سلطانه، دائم بره وإحسانه. من اعتز بغيره ذل، ومن استكثر بغيره قل. سبحانه عز وجل. اللهم اجعلنا من أسعد الرجال بزوجاتنا، اللهم اجعلنا من أسعد الرجال بزوجاتنا، واجعل زوجاتنا من أسعد النساء بنا، واملأ بيوتنا هدى وتقى وعفافا وغنى. اللهم اجعل بيوتنا آمنة مطمئنة، آمنة مطمئنة، يأتيها رزقك رغدا من كل مكان. اللهم اجعل بيوتنا بيوتا تحفها الملائكة، وتنزل عليها السكينة، وتغشاها الرحمة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بيوتنا من أسعد البيوت، اللهم اجعل بيوتنا من أطهر البيوت، اللهم اجعل بيوتنا من أطيب البيوت. اللهم املأ بيوتنا بالعفو والعافية، واصرف عنها البلاء وأسباب الشقاء. اللهم لا تجعل بيوتنا مأكلا ولا مشربا ولا مبيتا للشياطين. اللهم لا تجعل بيوتنا مسرحا للعاصين. اللهم اجعل بيوتنا تمسي وتصبح على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع في بيوتنا وبيوت المسلمين همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا والدا إلا وفقته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عقيما إلا وهبته، ولا شرا ولا سحرا ولا حسدا ولا عينا ولا نفسا ولا مسا إلا أذهبت إلا أذهبت إلا أذهبت. اللهم املأ بيوتنا بالحب، واملأها بالرحمة،
واملأها بالمودة، اللهم املأها بالحكمة والصبر، اللهم نق بيوتنا من الشتائم والسباب ومن الكراهية والحقد ومن الإهمال وسوء التربية ومن الإهمال وسوء التربية ومن الكبر ومن العناد ومن الضيق ومن النكد ومن الشك وسوء الظن ومن التجسس والتلصص ومن الأنانية ومن حب الذات ومن الشقاق والطلاق والهجر والفراق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر العورات، اللهم استر العورات، وأصلح البنين والبنات، واكفنا واكفهم شر القنوات والجوالات والشبهات والشهوات والفاتنين والفاتنات. اللهم إنك تعلم أن بيوتنا من أعز ما نملك، اللهم إن بيوتنا من أعز ما نملك. اللهم من أراد هدم بيوتنا وبيوت المسلمين، اللهم اهدم عليه داره، اللهم اهدم عليه داره، اللهم اهتك أستاره، اللهم افضح أسراره، اللهم زلزل أسواره، اللهم اكفنا إياه، اكفنا إياه، اكفنا إياه، واصرف عنا أذاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا قرناء السوء، واصرف عن زوجاتنا قرينات السوء، يا مصلح الصالحين، يا مصلح الصالحات. اللهم أصلحنا وأصلح لنا الزوجات، اللهم أصلحنا وأصلح لنا الزوجات والبنين والبنات. اللهم اجعلنا ممن يقنع بزوجته، اللهم اجعلنا ممن يرضى بزوجته، اللهم اجعلنا ممن يسعد بزوجته، اللهم اجعلنا من أوفى الناس لزوجاتنا، اللهم اجعلنا من أوفى الرجال لزوجاتنا، واجعلهن من أوفى النساء لنا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم كما جعلت بيوتنا سكنا لأجسادنا، اللهم اجعل زوجاتنا سكنا لأرواحنا، اللهم اجعل زوجاتنا سكنا لأرواحنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرفنا عن الحرام، اللهم اصرفنا عن الحرام وأكل الحرام والنظر إلى الحرام وسماع الحرام والشوق إلى الحرام والسفر للحرام والسفر للحرام والسفر للحرام. اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة، اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة، اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم ردنا إلى بيوتنا وزوجاتنا ردا جميلا، ورد زوجاتنا إلينا ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله،
خيركم لأهله. اللهم اجعلنا من أخير الناس ومن خير الناس لأهلينا. اللهم اجعلنا من خير الناس لأهلينا كرما وحلما ونصحا وصبرا وغيرة وتأديبا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أصلح بين كل زوجين، اللهم أصلح كل زوجين، واجمع بين كل شتيتين، ورد كل غائبين. نسألك يا الله، يا من وقفت في هذه الليلة بين يديك تسألك صلاح زوجها، تسألك صلاح زوجها، اللهم أصلح لها زوجها، اللهم أصلح لها زوجها، اللهم أصلح لها زوجها. اللهم من وقف بين يديك سائلا وداعيا أن تصلح له زوجته، أن تصلح له زوجته، يا الله يا الله يا الله، اللهم أصلحها له، اللهم أصلحها له، اللهم أصلحها له. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اجعل صلاح بيوتنا وصلاح زوجاتنا وصلاح ذرياتنا سببا لصلاح مجتمعاتنا، واجعل صلاح مجتمعاتنا سببا لعز دولتنا، واجعل يا ربنا، واجعلنا يا ربنا وزوجاتنا وذرياتنا فخرا لديننا وولاة أمرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأقبل إلينا، واقبل منا، واقبل منا، واغفر لمن حضر جمعنا ومن أمن على دعائنا ومن رآنا. اللهم اغفر لزايدنا وأسعد خليفتنا ووفق محمدنا وأعز إماراتنا وأيد جنودنا وتقبل شهداءنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين. الله أكبر. الله